ما في أي فايدة من الحكي مع بنوب، ما في غير الأب. الأب هو اللي بيقدر يربي أولاده منيح. واجبك أنت اللي تعاقبهم وتعمل اللي لازم معهم كمان. شو عم تحكي أختي؟ هاي طفلة وهي بتكون بنت أخوكي؟ فيك تبهدليها إذا بدك وهي رح تفهم عليكي يعني، وكمان أكيد ما رح ترجع تغلط. بس أنا ماني غلطانة ديشا. بس أنا عم أحكي الحقيقة ماما، ديشا هي ضربتني وأذتني كمان، وهي مانا ندمانة أبداً على اللي عملته. مو مشكلة. وهلأ حبيبي ابني شوبام هو اللي رح يقرر كيف بدنا نعاقبها على هالشي. تمام مبسوط؟ ايه. يلا قلنا كيف بدك نعاقبها؟ بدي اياك تخليها تنط مثل الضفدع وتعتذر قدام الكل. مستحيل مستحيل اعمل هالشي. بس يا خالي ديشا ما فيها تتهرب. ما شو كوكو؟ بس وشو الشي صعب بهالعقوبة؟ رح تعملهم 10 مرات ومنخلص. طيب أنا ما بقدر وقف هون وأتفرج، آسف. ليكي ديشا، ديشا اعتذري والقصة رح تنتهي بأرضها خلص. ما توقعت منك أكتر من هيك. بدل ما توقف معي عم توقف مع هالولد المدلل. أكبر منك بنتي، اعتذري منها. الاعتذار ما بيقلل من قيمتك. ماما شو ما بتوثقي فيني؟ أنا عن جد ما ضربته. ديشا مو هيك القصة بنتي. آسفة اختي. شفتي شلون راحت؟ ماما رح نشوفها. كوكو حاسة حالي مخنوقة. أنا كتير غلطت لما فكرت إجي لهون. ما بدي ضل هون بنوب. أنا رايحة. يلا يلا أمشي. رح أحط لك مرهم. اختي خلص يا اختي. شو هالدراما البايخة هلأ؟ أختي يلي صار غلط لازم أحكي مع كاليانا. كل يلي صار سوء تفاهم لازم أحكي معه بخصوص ديشا. هلأ بنتك تمسخرت علي وضربت ابني الصغير وهانتني كمان، ومع كل هاد ما كانت تعتذر مني أبداً. غلطت معي 4 مرات، كيف بدك يعني سامحة؟ طيب أختي اسمعيني بس، بعرف إن غلطت معك، بس يا أختي هدول بناتي. لما أنا رجعت من السفر صار معي نفس الشيء، أخذت نفس الانطباع يلي أخذتيه، وخاصة عن ديشا لأنها كانت عنيدة. بس مع الوقت كله تغير. عطي حالك وعطيهم وقت وكل الأمور رح تتحسن أختي. بس كوكو بتمنى ما تزعل من طلبي. رجع أبرجيتا وبناتا عبيتهم بأسرع وقت وبس. شو عم تحكي؟ هدول مو بس بناتها وبناتي كمان. كوكو هذا البيت لك ولمهيني كمان. كل اللي عم قوله هو لمصلحتك. ما رح تسمع كلامي؟ لا أختي، طلبي مني أي شيء غير هاد، بس لا تطلبي مني بعد عن بناتي. أنا بعدت عنهم كتير وما رح أعيد نفس الغلط رجاءً. طيب ما بدك يانا نحكي بالموضوع مو هيك؟ لا. وأنا بوعدك من هلأ ورايح إني ما عاد أحكي فيه أبداً. بس بالمقابل بدي وعد منك كمان. إيه ليلي، إذا بدك أي شيء تاني تكرمي. كوكو ليك هلأ أنت شايف الوضع اللي بالبيت. بتوقع إنه نحنا لحتى نعيش مرتاحين وبسلام لازم نعمل المراسم. إيه طبعاً أنت ذكرتي هذا الشيء من قبل، بس ليلي إيمتى بنعمله؟ اليوم لو سمحت. طيب رح رتب كل شيء فوراً وخبر الكل، ماشي؟ اليوم رح نعمله. كوكو شو كمان؟ بس ما حكينا بالوعد اللي قلت لك عليه. إيه أنا ليلي شو الوعد؟ ليك المراسم لحتى تعيش عائلتنا بسلام وهدوء، ما هيك؟ لهيك أنا ما بدي اللي طباعاً مو منيحة يكونوا موجودين بهالمراسم. المعنى مين؟ ما بدي ديشا تكون موجودة. انتي شو عم تحكي؟
مستحيل يا أختي، أنتي حطي حالك مكاني، أنا أب، كيف فيني أعمل هيك؟ كوكو، أنت أب وهي مشاعرك، وبحترم وجهة نظرك هاي. مو هيك؟ بس أنا كمان أم، وعندي مشاعر كمان، شو مشانا؟ أبارجيتا؟ سمعت كل شيء. ليكي كاليانا، أنا مو جاية لحتى دافع عن ديشا، ولا جاية أتناقش معك. كل يلي بدي قلك يا إنه كل الولاد في عندهم كتير أغلاط، بس الكبار هنن يلي لازم يسامحون. ديشا لساتها صغيرة وأنت الكبيرة، وبما أنك الكبيرة سامحيها. أنا بالنيابة عن ديشا بعتذر منك عن يلي صار. ليكي أختي، بعد ماما أنت كبيرة العيلة هلأ، وإذا أنت ما بدك ديشا تكون بالمراسم مو مشكلة، أنا بحترم قرارك هاد. بس بما أني بكون أمّا لديشا، أنا ما رح أحضر المراسم. إذا ما حضرت المراسم، آشا وتشافي، أنا ما رح أمنعهم إذا بدهم يحضروا. هي أبرجيتا كانت عم تهددني إنه هي بدها تفضحني قبل ما تخلص المراسم، بس شوفوا لسه كاليانا ما صار لها يوم واصلة، وأبرجيتا صارت خايفة منها مثل القطة. هلأ أنا بتوقع إنه قبل ما تخلص المراسم هي اللي رح تضطر تحمل حالها وتروح مع بناتها من البيت. كتير حلو. يا حكيم تفضل، هاي الورد وكمان هاي المي. وهذا ابني شو بهام. وفى بحياتك يا ابني، شكرا لك. بدون بناتي كيف بدها تصير هاي المراسم؟ عن جد ما بعرف. هلا وينهم كلهم؟ روح. اختي شوفي. شو أختي؟ كوكو شو؟ كوكو، عن جد أنت طالع كتير حلو يا أخي. أختي، الحكيم عم يقول إنه هو عمل كل التحضيرات، منبلشون؟ إيه؟